ترجع كرة لطارق التايب. طارق التايب النادي الساخسي مازال يبحث عن التعادل، كرة خطيرة وتاني ما والتعادل، والتعادل النادي الساخسي في وقت الحديث عن هذا الهدف. كرة مباغتة والتاني من داية تعادل لفريق النادي الساخسي. بالفعل اللاعب المالي هدف لهدف بين الترجي ونادي الساخسي، مسجل انتصار الترجي ضد البنزرتي في الدقيقة 90. وسوايح يخرج كما قلت مازال ما استعادش الفورمة بعد توقف الدوري، وتعبد الطريق للنادي للدور الثالث من الابطال العرب. كرة خطيرة كانت وتمشي ركنية، المباراة مفتوحة لكل الاحتمالات، قابل فيها كل التخمينات وقابل فيها كل ايضا تصوراتكم في اخر 10 دقائق. تمشي كرة من طارق التايب خطيرة وتيزي فرصة للهدف الثاني والهدف الثاني للنادي الساقسي. الهدف الثاني للنادي الساقسي، عصام المرداسي هو من يهلل لهذا الهدف. والاسبقية في شوط ثاني مثير في سيناريو غريب، الترجي تقدم بهدف والنادي الساقسي يرجع بهدفين. شوف الهدف الثاني، الكرة تدخل منذ البداية، منذ البداية هدف. اذا هدف ثاني لفريق النادي الساقسي والهدف من رقم 18 عصام المرداسي. اذا مدافع النادي الساقسي المرداسي نقول يحدث منعرج حاسم في المباراة وفي دوري ابطال العرب في هذه المجموعة. النادي الساقسي 2 الترجي الرياضي 1. مباراة مثيرة كبيرة وقوية هنا في ملعب المنزع. طارق التايب في كرة ممتازة جدا وتسديدة وكرة على القائم، كرة على القائم لفريق النادي الساقسي، عرض قوي وممتاز من النادي الساقسي. حالة نهاية المباراة بهذه النتيجة، النادي الساقسي يكون مصيره بأقدامه وهو الشيء اللي فعله الترجي. كرة خطيرة وفرصة وهدف ثالث، وهدف ثالث من تيني مانداي، الهدف الثالث من تيني مع خطا اخر في دفاع الترجي. والان نقول الانتصار يتاكد لفريق النادي الرياضي الساقسي اللي عمل مباراه الموسم، مباراه الموسم للنادي الساقسي 3-1 في شوط ثاني. هو ممكن شوط الانهيار لفريق الترجي. شوف الهديه والخطا من دياكي، كره عكسيه يهرب تيني مانداي وبعد ما عمل اللوب الاول بالراس يعمل اللوب الثاني هذه المره بقدمه اليمنى. لاعب رمزي التوجاني، الكنترول ممتاز من تيني مانداي، امكانيات كبيره من ناحيه المهاريه والفرديه للاعب النادي الساقسي.